خليناها في يوسف عليه السلام ملي وصل لدوك الفتيان اللي كانوا معاه في السجن النبوءة باش يعبدوا الله الواحد القهار. قال لهم اجي نفسر لكم دابا الرؤية اللي شفتوا في الاحلام ديالكم، وبدا كيشرح لهم ويفسر. بدك اللي الحلم ديالو انه شاف راسه كيعصر في العنب حتى كيولي على شكل خمر. قال لي التفسير ديال الرؤية ديالك هي انك ملي غتخرج من الحبس غتولي الساقي ديال الملك، يعني هو اللي غيولي عمر الكاس للملك. هذا هو التفسير ديال مول العنب. اما الاخر اللي شاف الحلمة باللي هاز الخبز وكي يأكلوا منه الطيور، هذا قال ليه يوسف تفسير ديال هذا الرؤية هادي حزين. مهم التفسير هو ان هذا السيد اللي حلم هذه الحلمة هادي غادي يصلبوه ويخليه الطيور تاكل منه حتى يموت، يعني تاكل من الراس دياله حتى يموت. فسر ليهم وقال ليهم هذا الشيء اللي كاين. يوسف دابا غيقول لهذاك اللي غينجا، يعني ماشي هذاك اللي غيموت، ذاك اللي حلم بالخبز كتاكل منه الطيور، غيقول لهذاك اللي غيولي ساقي واللي غينجا، غيقول ليه ملي تخرج من الحبس وتولي ساقي ديال الملك عندك تنسى ما تذكرنيش للملك، جبد سميتي عنده وقول ليه باللي راني مظلوم ومحبوس على والو. دازت ايام ومشات ايام. هذاك الفتى اللي قال ليه يوسف باللي تفسير الرؤية ديالك انك غتولي الساقي ديال الملك خرج من الحبس وفعلا ولا الساقي ديال الملك، ولكن الحاجة اللي وقعت هي انه ما ذكرش يوسف عليه السلام الملك ديال مصر، فيوسف وصاه باش يذكر سميته ويقول ليه باللي راه مظلوم، ولكن داك الساقي نسى. واحد النهار الملك غيفيق قال ليهم شفت في المنام سبعة ديال البقرات رقاقات جالسين كياكلوا كيقصيو في سبعة ديال البقرات غلاضات، وقال لهم شفت سبعة ديال السبولات خضرين طايبين وشفت سبعة ديال السبولات يابسين. قالوا ليه هاد الحلمة هادي ما عندهاش تفسير. هو قال لهم شنو التفسير ديال هاد الحلمة هادي، راني باغي ضروري نعرف. قالوا ليه دوك اللي كانوا كيفسروا الأحلام في ديك الساعة في مصر هادو غير أحلام مخلطة ما عندها لا معنى ولا تفسير، والله مولاي ما عارفين كين ديرون في السروها. واحد شوية الساقي ديال الملك تفكر يوسف، داك اللي كان مع يوسف في الحبس، داك الفتى اللي ولا ساقي ديال الملك تفكر يوسف فاش كان شرح ليه الرؤية دياله. فقال الملك انا عارف شكون غادي في السرها. الملك قال ليه شكون؟ قال ليه يوسف نعمس هو اللي غادي في السرها ليكم، صفتني ليه ونجيب ليك التفسير تال عندك. الملك قال ليه مشات صافطوا ليه، وصل الساقي لعند يوسف في الحبس قال ليه يوسف فسر لنا هاد المنامة. الملك راه حلم سبعة ديال البقرات رقاقات كيقصيو في سبعة ديال البقرات غلاضات، وشاف سبعة ديال السبولات خضرين طايبين وسبعة ديال السبولات حداهم يابسين. كيف الزعمة؟ شرح لينا هاد الرؤية باش نمشي عند الملك ونقول ليه شنو كاين ويعرف قيمتك في التأويل والتفسير ديال هاد الرؤيات هادو. يوسف عليه السلام قال ليه واخا التفسير ديال هاد الرؤية هادي هي انكم غتزرعوا سبع سنين متابعة بجدية وغيكتر الانتاج الزراعي، غتكتر التنمية، غتولي بلادكم يعني عندها واحد الفائد في الانتاج، فخصكم تاكلوا شوية من الحبوب، داك الانتاج تاكلوا شوية من الحبوب اللي كاين في السبول هاد سبع سنين هادي كاملة، وداك الشي الاخر تخليوه مخزون، تخليوه في السبول باش ما يتسوش، يعني تخليوه مخزون في بيت الخزين. من بعد غتجي سبع سنين كلها جوع، الانتاج زيرو، وغتاكلوا داك الشي اللي خليتو في السبول ديال سبع سنين الاولى، يعني باش ما يتسوش خليته في السبول، هذاك هو اللي غتوليو تاكلو، وغتزرعو غير شوية من هاد السبول. هذا هو التفسير، يعني وغيجي عام وغطيح الشتاء، القبيلة غادي تنمى، الأرض غتولي خصبة، غيفيض الخير على الناس، وغيعصروا الفواكه والتمار بالبيان. فهذا هو التفسير اللي قال ليه يوسف، هاد الشي اللي كان كيشرحه يوسف قبل ما يوقع. الساقي سمع هاد التفسير هذا من عند يوسف، مشى وصل الخبار للملك ويفسر ليه الرؤية اللي شاف. الملك قال الخدام دياولو، دوك الخدام اللي كانوا معاه، فالملك كانوا عنده خدام بطبيعة الحال،
قالوا لهم خرجوا داك الراجل اللي فسر هاد الرؤية هادي من الحبس وجيبوه ليا وجيبوه تل عندي. يوسف جاه رسول من عند الملك، قال ليه يوسف سير جا عند الملك وقول ليه يسول دوك العيالات اللي تجرحات يديهم، دوك العيالات اللي كانوا زاروا زليخة داك النهار، فقول ليه يسولهم باش تبان البراءة ديالي وكل شيء يعرف الحقيقة. يوسف ما قبلش يمشي، يعني قال ليه سير قول ليه هو يسولهم وتبان البراءة ديالي، فأنا ما راضيش نمشي. فالملك وصلوا الطلب ديال يوسف، سول النسوة ديال دوك العيالات اللي كانوا زاروا زليخة، قال ليهم واش يوسف دار شي حاجة من اللي راوتوه على النفس ديالو في النهار اللي زرتو زليخة مراتي؟ قالوا ليه النسوة لا ما دار والو، ما عاد الله حنا راه كنعترفوا باللي هو ما دار والو. هنا غتعترف زليخة مرات العزيز زليخة، قالت ليه يوسف ما دار والو، انا اللي راوتو على نفسه ما بغاش، مي انا اللي كان مني الدفو، انا اللي كان مني الغلط، داكشي اللي كنت كذبت فيه من قبل ما كنتش باغا ان راجلي العزيز يعرف باللي خنتو وراودتو راوت يوسف، ولكن باش نبرئ راسي من اللي ما وقع والو، يعني ما وقع والو بيني وبين يوسف ونبرئه حتى هو، فانا اعترفت هو ما دار والو، وانا واخا عييت من نراودو على نفسه ما وصلت لحتى شي نتيجه، والله ما كيوفقش اهل الخيانه، دونك نعترف خير ليا وخير لاهلي. الملك سمع هذا الشيء كامل، اقتنع باللي يوسف بريء، واحد البراءه اللي كبيره وما دار والو، قال لهم جيبوا لي يوسف، جابوه ليه، هضر معاه الملك، جلس معاه ودوى معاه، قال ليه من اليوم انا مامنك على كل شيء، حيت شاف فيه الخلق الزوينه والامانه، فقال ليه انا من اليوم مامنك على كل شيء. يوسف هنا غيقترح عليه انه يرد ولي الخزائن ديال مصر، يعني يرد ليها البال ويامنها وتكون عنده واحد الكفاءة باش يأمنها، وهو فعلا كانت عنده كفاءة سيدنا يوسف، فالعلم والكفاءة الكافية كانت عند يوسف، والملك ما غيخسر ليش، غيقول ليه واخا. الله سبحانه وتعالى يسر الأمور، الملك دمصر عينه ولي ديال الخزائن دمصر، فنعم عليه الله، نعم على سيدنا يوسف في الأرض. هنا غنكونوا سالينا هاد الحلقة هادي، شكرا بزاف للاستماع ديالك. الحلقة الجاية غنشوفوا الإخوة دي يوسف، يعني الملاقات ديالهم مع أخوهم يوسف، فشكرا بزاف على الاستماع ديالك، وكنتمنى دير أبوني وتشترك عندي وتدخلوا عندي الانستغرام لو بغيتوا تسولوني على شي حاجة، فشكرا شكرا بزاف للناس اللي دخلوا عندي وهضروا معايا، thank you very much. مهم السمية هي معد أحبوش واحد، شكرا لكم بزاف إخواني، إلى اللقاء.